عراسي يا أستاذ، اللي عملته بينشهد له والله. لو بدهم يشغلونا فيهم شو ما عنا شغلة وعملة غيرهم مو معقول. لا وآخر شي حصل أحمى شو هاد؟ يا لطيف شو عم يصير؟ لك شو هالمجنونة هاي؟ شو انت جنيتي؟ العمى شو صار لك؟ ليش عم تتصرفي هيك؟ شو بدك مني؟ انت جنيتي؟ طول بالك روق. ما فيك شرف وعامل زلمة؟ انت مجرم لسه اليوم قتلت بنت صغيرة نسيان وعم تضحك ومبسوط؟ اهدى لو سمحت. اهدى شو عم تقولي؟ اهدى مشان شو بتجي بتكسري البلور؟ امتى رح تهرب زهرة من الضيعة؟ بعدين بس لتهدى النفوس شوي. يعني برأيي بكير هلأ، لساتها تعبانة. هالشي بيريح الكل يا ابني. يمكن أنا كمان ظلمت خالتي ميسون وملك بالشي اللي عملته يا عمي. التنتين مقهورين على زهرة ومفكرينها ميتة. أنا ما فيني أحكي له، بخاف يكشفونا إذا عرفوا. أهلين يا أستاذ. طيب أنا فورا رح أجي. خير شوفي؟ كمان مشكلة تانية، ملك وعدنان علق بنص البلد. رايح شوف شو القصة، خبرك شو بيصير معي. جوزتوها غصب عنا لابن عمك، هداك المشلول، شوية رحمة بقلوبكم ما عاد فيه، وعم تحتفلوا كمان؟ واحد قاتل. ولك ملك، طبي لسانك أحسن لك، بعدين بنسانك مرة بتصرف معك بطريقتي. أنت قاتل عم تسمع؟ قاتل! بعده هيك؟ بعده؟ صاير لسانك طويل. بكسر لك ايدك ولا ها؟ وهي جلا بضاي تبعك. انت ليش هون؟ يلا يلا. لك هذا الزلمة ما في شرف، كان قاعد وعم يحتفل كمان. فهمنا. طلعي بالسيارة خلينا نروح. ماني طالعة معك، كيف يعني بدي روح؟ بدك يعني روح واتركه ينفض بعملته؟ الدنيا ما بتتحمل هيك مجرم وظلمه. ملك لو سمحتي طلعي. وبعدين بعدين مين رح يحاسبهم هدول؟ ولأيمتى الناس رح يضلوا يستحملوهم بهالشكل؟ لا تشوفي الأمور من طرفك وبس. مو من طرفي وبس عزت. عدنان كسب وانت شايف، بس زهرة البنت ماتت. ملك طلعي بالسيارة هون، مو خرج نحكي لو سمحتي. ما شاء الله بنيتك قوية كتير. كنتي ما صدقت هالحكي، لأنه نحن شو ما صار منضل جيل هداك الزمن. إن شاء الله الصبح بتقدروا تاخدوه على البيت. ألف حمد وشكر. بس انتبهي على صحتك مشان ما ترجعي على المشفى. بس انتي لازم تحمي حالك منيح. انتبهوا، لازم إنه ما تعصب وتريحوها وتبعدوها عن كل شيء ممكن يوترها ويضايقها كمان. الله بيشهد إنه عم نعمل اللي بيطلع بإيدنا. نحن لوين رايحين عزات؟ طولي بالك شوي، تعال.
زهرة؟ انتي هون أنسة ملك اجيتي؟ زهرة يا روحي انت، يا روحي كنت رح موت، كنت رح موت عليكي. زهرة لهلا ما لقوها. كيف يعني ما لقوها؟ يعني ما لقوها يا علي، بالنهر ما في شي، خلص دوارة لأنهم ما لقوا شي. أخ يا عمري أنت يا أخ، وأنا هلأ شو لازم أعمل؟ زهرة ماتت بسبب عمايلكن أنتو، بسبب عملتك يعني فين هالمسكينة انقتلت بسببك أنت، فهمانة؟ أنتو المسؤولين وكل شي صار بسببكن. لك خلاص، أنا ماني مسؤولة عن أي شي بهالعيلة، أنا ما عملت شي. بحياة الله يا مرت عمي قولي له أنه أنا ما دخلني بشي، ما دخلني. خلاص حبيبتي خلاص. خلاص يا بنتي علي، يا ابني مو وقت هالحكي هلا. مبسوطة ما؟ يلي عم بياكل العصي مو مثل يلي عم بيعدها. زهرة ماتت، هيك بترتاحوا من كل شي بقى. لامبارح كنت عم تقول معلش خليها بقى تريحنا وتموت. ايه مزبوط، امبارح كنت عم بقول هيك من قهري، بس انت يلي رميتي طفلة عمرها 13 سنة على الموت يا نيفين. بس يا حبيبتي خير يا ابني؟ ما عم صدق شو صار عزت، عقلي ما عم بيصدق يلي عم شوفه. هلا انت روقي واهدي شوي وبعدين انا بشرح لك كل شيء. زهرة حاسة أحسن إن شاء الله؟ تنشل إيديون إيه؟ لساتك مثل الوردة المفتحة، بس نصيبك تكوني بين هالوحوش. هذا نصيبي، شو بدي أعمل؟ خلص ملك حاجي بقى، والله هلكت وأنا مهدي فيكي، شو قصتك؟ المفروض هلا نهتم بزهرة ونعتني فيها. لحظة، زهرة حرارتها مرتفعة كتير، شوف. بوران انت بغيابي سويتي لها كمادات مي باردة ما هيك؟ خلص قوموا ناخذها على الدكتور احسن، كمادات المي لحالها ما بتكفي. مو معقولة ملك، شو هذا اللي عم تقولي؟ عم قول يلي لازم يصير عزات. وانا بعرف انه هذا يلي لازم يصير، بس لو انت ما خربت الدنيا اليوم كنت رح جبت الدكتور واجيت. حاليا ما بنقدر نجيب مين ما كان لهون. في امي اشتغلت بزمانها ممرضه، هيك منكون عم نحل المشكله، ومشان زهره اكيد بتكون جوعانه، منجيب لها شي تاكله كمان. ملك اسمعيني، زهره ما انا ميته، طالع حرارتها شوي مو اكثر. يلا يلا قومي. زهرة رح جيب أمي وأرجع ما بطول. بوران بتشكرك كتير، شكراً على كل شيء. قلبين موصولين بجسر، قلبك لازم يضل في فضا مشان اللي بده يسكن فيه. رح تلتقوا، رح تلتقوا أكيد، لما مننطر بصدق أكيد بنوصل. Thank you.
شو أخبار الجماعة؟ كان في عندهم جيرانهم بالبيت، بعدين تركتهم وإجيت لهون. شو بشع حالتهم هالناس، تعبانين كتير. هي ملك على التليفون. طمنيني بنتي خير. أمي أنتي وينك؟ صاير معك شي؟ شوفي هلأ لخلصت ورجعت. طيب أنا جاي لعندك على البيت. شو بدها؟ ما بعرف، قالت إنها جاي لهون وبس، ما قالت غير هيك، سكرت. يا الله. ايه عزات، خبرني شو عملتوا. لما طلعت سليمان من المي رجعت كفيت سباحة بالنهر. ايه وبعدين؟ بالوقت اللي كنت فيه عم بسبح ودور على زهرة لقيت شال أخضر علقان بالصخر على طرف النار. أول ما شفت الشال هنيك فقدت الأمل وحسيت إنه زهرة خلص ماتت. تعبت، كنت خلص رح أطلع من المي. فجأة لمحت حدا، طار عقلي لما عرفت إن زهرة كانت على طرف النار. الحقيقة إنه زهرة الله تلطف فيها من عنده لأنه مستحيل تنفذ، بس الحبل اللي ربطوا فيه زهرة من إيديها ورجليها انفك لحاله بالمي وضاع هنيك. ضليت أسبح لحتى أوصل لعندها، لقيتها عم تتنفس. فرحت كتير، تلفت حوالي لشوف إذا حدا شايفني. صرت فكر شو بدي أعمل. فجأة شفت بورام، تفقت أنا وياها نخلي زهرة عندها، ونبهت عليها إنه بس أنا والعم إبراهيم يلي مسموح نعرف بوجودها معها. وبعد رجعت لعندكم، خبيت السر عليكم واتصلت بعم إبراهيم. وانت بتعرفي شو صار بعدين؟ وليش نطرت كل هالوقت لتخبرني شو صار؟ ليش ما خبرتني من الأول؟ معقول ما شفق قلبك علي؟ ملك أكتر من مرة كنت رح أقلك، بس يلي صار. بس شو؟ شايفة إنه أنت بتحب تشوفني عموت من أهري مو هيك؟ تحديداً مشان هيك قصدت ما أقلك أي شي، لأنه كان لازم تكوني مقهورة ومعصبة وتكوني طبيعية كتير، خاصة قدام عدنان مشان يصدق. مثل ما بتعرفي زهرة بتوتر له أعصابه وهيك بيضوج وما بيعرف شو عم يعمل. بلا شو؟ أنت كان لازم تقلي. حنان، بعرف إنك معصبة مني أنا، ما؟ طيب بس جاوبيني، هيك ناس مجرمين بيقتلوا بناتهم وكنائينهم كمان، برأيي شو ممكن يعملوا ببناتنا؟ بس بدي تفهمي إني عم أحمي بنتي من شرهم. هدول الناس خلقوا هنن هيك، بيدعوا الصح وهنن عنوان الغلط، حتى ما حدا بيقدر يوقف بوشهم. لازم ملك تطلع بسرعة من هالضيعة، وبكرة أنت كمان لازم تساعديني بهالشي. بدي منك تساعديني بإقناع ملك بأسرع وقت. إيه؟ شو بده يصير هلأ كمان؟ شو يعني؟ ما رح تقلي؟ أكيد مخبي شي تاني علي كمان، ما؟ ماني مخبي عليك أي شي بالمرة، انطريني لكفي كلامي. طيب ماشي، تفضل. زهرة راح تعيش باسطنبول عيشي غير شكله، بكرة بتشوفي. طيب ملك، كملك القصة بعدين ببقى، انزلي بسرعة، جيبي خالتي حنان ورجعي لهون عم بستناكي. شو ما قلت ما رح أسامحك. الله يوفقك، بكفيها يلي متحملته، لا تحاكيها شي يزعجها أكتر، على القليلة خليها تحزن على البنت، تتركها. أمي أنتي لازم تروحي معي، يلا أمشي بسرعة. أمي يلا امشي لانه رفيف حرارتها مرتفعه شوي، وجيبي معك شويه دواء. ماشي. ايه بس انا ما صار لي نص ساعه جاي من عندهم وهي كانت منيحه. امي عم قلك ارتفعت حرارتها شوي. يلا يلا حبيبتي خلينا نمشي بسرعه، ما بدنا نتاخر. بنتي انا مقهور مشان اللي صار، وبعرف انك زعلانه مني، انت بنتي وبتهمني سلامتك،
ويلي ساويته لاني فكرت فيكي انت قبل كل شيء. كنت متوقع انه باسطنبول حياتك رح تكون احسن واهدى واروع من كل النواحي، ومثل اي اب من واجبي اني احميكي. ما صح؟ مزبوط بابا، اساسا انا اخذت قراري النهائي، انا راجعه معكم على اسطنبول كمان. شو قلتي؟ قلت راجع على اسطنبول معكم. يلا امي يلا. طيب مرحبا خالتو حنان، كيفك؟ اهلين عزات. ليكي امي انا كذبت عليكي، رفيف ما فيها شي، زهرة هي اللي عم تنطر. شو؟ قصدك يعني زهرة عايشة ما؟ ايه امي عايشة وبخير. يا الله غانم، شو بدنا نعمل؟ الدكتور الصبح رح يخرجها لمرت عمي من المستشفى، وإذا رجعت على القصر وسمعت شو صار معنا والله شو ما عملنا ما رح تسامح عدنان. نحنا ما رح نجيب لها سيرة للتعافى على الآخر، بأي طريقة رح نخبي عليها الحقيقة. لازم ترجعي أنت على القصر. إيه؟ هالحكي ما لازم حدا يجيب سيرته هنيك مشان ما حدا يزلق له بشي كلمة قدامها. رستم برا بيوصلك، وأنا رح جيب أمي وبجي الصبح، بركي لوقتها منلاقي حل هالمشكلة. بوران هي اللي كانت عم تهتم بزهرة بهالفترة هي. أمي تعي، حرام البنت صارت حرارتها مثل النار. بنتي أمي الله يخليكم. بابا لا تزتني، الله يخليك. لا يا الله. مسكن لحاله ما بيكفي، نحن لازم ننزلها بمي دافية فورا. شبك ملك ما سمعتي امك؟ يلا بسرعة. يا رب يا